نعم. يا شيخ حسن الله إليك، بعض الناس يستدل بالسبال إذا كان غير خيلاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء، كيف نرد عليه؟ نرد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين ففي النار، وقال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده، يسترخي عليه مو قصد ومع ذلك هو يتعاهده، فقال إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. فنقول للرجل إذا كانت حالك كحال أبي بكر لم تتعمد أن يكون الثوب نازلا على الكعب، وإنما يسترخي عليك وترفعه، وإذا شهد لك الرسول صلى الله عليه وسلم بأنك لا تصنع هذا خيلاء فعلى عين والرأس، لكن أنى له ذلك. وهذا وأمثاله ممن يجادلون بالباطل يلحقون بالحق، يأتون بالمتشابه ويتركون المحكم، كالذي يقول إذا قيل له يا فلان هذا البيع والشراء اللي أنت تستعمل ما يجوز، اسأل العلماء، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، هذا والعياذ بالله أنزل الآية في غير موضعها. الآية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسألون عن أشياء لم تحرم فتحرم من أجل مسألتهم، أو لم توجب فتوجب من أجل مسألتهم. فهذا هو الذي وردت به الآية. أما الآن فيجب على كل إنسان ذكر له أن هذا واجب أو أن هذا محرم أن يسأل ويستثبت، وفي هذه الحال لا يعذر بالجهل، يعني لو أنه مثلا فيما بعد فرط في واجب أو فعل محرما وقد نبه ولكنه تهاون فهذا لا يعذر بجهله، وذلك لتفريطه في عدم إيش السؤال. عرفت السائل؟ هل عرفت؟ طيب الحمد لله.